نتواصل مشاهدينا الكرام في هذا السباق المحل الثامن وفي رابع أيامه من المرحلة الأولى مرحلة الصغار، وشوطنا السادس ينطلق الخاص للقعدان الجذاع من مسافة 6 كيلومترات. تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ بالمركز الأول ونتعرف على الصدارة ومقدمة الشوط في هذه المسيرة، انطلاقة موفقة مشاهدينا الكرام عبر قناة الريان، وهو الشوط الثالث للخاص لفئة القعدان والسادس من مجمل أشواط هذا اليوم. نبدأ بالمركز الأول مع سراب صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري على المركز الأول. المركز الثاني في هذه اللحظات تقدم سيد لحمد بن سهيب بن عبد الهادي بن حفار المري على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث التحديات والانطلاقة مشاهدينا الكرام في هذا التقدم. متابع مياس لسالم بن فرحان بن خميس العنزي على المركز الثالث. المركز الرابع تقدم مشاهدينا الاعزاء في هذا القدوم من نوير لحمد بن مسفر بن حمد الهاجري على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس خامس التحديات الباز مبارك بن راشد بن مبارك الهاجري على مستوى المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى ونداؤنا الأول، ومن هنا تحول دائما إلى الصدارة. نتابع شعار بن شابل يحتل المركز الأول ويتقدم على هذه المجموعة بهذا الانطلاق المميز مع سراب صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري على المركز الأول، مندفع منطلق مع سراب على أول المراكز، بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام سيد لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث ثلاث التحديات والانطلاقة أيها الحفل الكريم في هذا التقدم، ومتابعة النوير على ثالث المراكز لحمد بن مسفر بن حمد الهاجري على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز ورابع الأسماء أجد الباز لمبارك بن راشد بن مبارك الهاجري يحتل المركز الرابع ويتقدم متابعينا الأعزاء على رابع المراكز، بينما المركز الخامس الحذر لمحمد بن ناصر بن حمد بن دلموك المري على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، والعودة مباشرة بعد استكمال ثاني. نتابع شعار بن شابل يحتل المركز الأول ويتقدم على هذه المجموعة مع سراب من يتسرب على أول المراكز وينطلق بهذا العرض الممتاز مع المركز الأول. هنا صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري على أول المراكز. المركز الثاني سيد لحمد بن سهير بن عبد الهادي بن حفار المري على ثاني المراكز، وثالث الأسماء أجد في هذه اللحظة وتقدم النوير لحمد بن مسفر بن حمد الهاجري على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الرابع قدوم من الباز لمحمد بن راشد بن مبارك الهاجري، وخامس المراكز أجد في هذه اللحظات جمران يتقدم في هذه اللحظات في هذه الانطلاقة مشاهدينا الكرام. جمران لحمد بن عبيد بن حمد الحمر المري يتقدم مشاهدينا الكرام على خامس المراكز. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، والعودة مباشرة مع اتصاف المسافة. نتابع أمور هذا الشوط، نتابع المقدم والصدارة مع سراب. سراب لا زال قائد لهذه المسيرة، مسيرة شوطنا السادس من مجمل أشواط هذا اليوم، الشوط الثالث الخاص لفئة القعدان والسادس من مجمل أشواط هذا اليوم. نتابع هنا سراب على المركز الأول ينطلق بمقدمة الشوط لصالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري، يحتل المركز الأول ويتقدم على هذه المجموعة بهذا الانطلاق المميز وحضور شعار بن شابل في هذا الصباح. ينطلق المركز الثاني سيد وشعار بن حفار مع حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري على ثاني المراكز، ينطلق ويندفع مع انطلاقة سيد، بينما المركز
الثالث ثالث المراكز النوير لحمد بن مسفر بن حمد الهاجري على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع تقدم الباز محمد بن راشد بن مبارك الهاجري على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الكرام في هذا القدوم والانطلاقة من الكايف لمحمد بن سعد بن زيد القريني يحتل المركز الرابع لأول ندى يصل مع الكايف، بينما خامس المراكز أتابع الشعارات والأسماء القادمة مشاهدينا الكرام في هذا التقدم. أتابع على خامس المراكز دخول وانطلاقها مشاهدينا الكرام من اللي يحمل رقم 22 في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. أتابع على خامس المراكز هنا الواعي، الواعي على مستوى المركز الرابع في هذه اللحظات لمسفر بن محمد بن مسفر الجربوع المري على مستوى المركز الرابع، انتقل الى من الخامس حتى المركز الرابع. اذا متابعي الكرام هذه النتيجه للخمس المراكز الاولى والمنحنى الاخير عن خط النهايه والاتجاه الصحيح الى خط الناموس والفيصل عن ايضا الفوز والانتصار في هذا الشوط. نتابع شعار بن شابل يندفع مع سراب صالح بن ناصر بن محمد بن شابل المري ينطلق ويندفع مع سراب مع مقدمة الشوط، ولكن شعار بن حفار، شعار بن حفار على المركز الثاني، ثاني المراكز وثاني التحديات. سيد حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث ثالث التحديات، تتابع وصول وانطلاقه مشاهدينا الاعزاء وتقدم الباز لمحمد بن راشد بن مبارك الهاجري على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع، المركز الرابع رابع التحديات والاسماء الكايف لمحمد بن سعد بن زيد القريني، ولكن وصول وانطلاقه مشاهدينا الكرام في هذا التقدم من شاهين لسالم بن حمد بن سعد النابت المري يتدخل على رابع المراكز. وايضا اتابع الانطلاقه متابعينا الكرام اللي غير وانتقل مباشره الى رابع المراكز، اتابع مزاح يصل لاول ندى، مزاح لسالم بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال بن محمد. اذا متابعينا الكرام دخلنا اجواء الكيلو المتر الاخير، العوده الى الصداره، شعار بن حفار يحتل المركز الاول وينطلق مع المركز الاول مع سيد وهو سيد امور هذا الشوط حتى هذه اللحظه مع شعار بن حفار. حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري على المركز الاول ينطلق مع سيد وهو سيد الموقف حتى هذه اللحظه مع انطلاقه سيد، ولكن ثاني المراكز ارصد القدوم والتحدي مشاهدينا الكرام من الباز محمد بن راشد بن مبارك الهاجري على ثاني المراكز ينطلق مشاهدينا الكرام ويغير الى المركز الاول وينطلق مع الباز وسلاله الباز هنا تتواجد وتنطلق مع هذا الانطلاق المميز مع الامتار الاخيره. هذا هو شعار محمد بن راشد بن مبارك الهاجري ينطلق مع الامتار الاخيره يعلن هذه الانطلاقه مع الباز. يا سلام يا سلام، سلامي على الباز وانطلاقه الباز مع الامتار الاخيره. تهانينا تهانينا والناموس لمحمد بن راشد بن مبارك الهاجري على انتزاع الباز بناموس هذا الشوط واعلن الانطلاق والتحدي. ايضا اعلى تواجد شعاره وايضا شعار الهاجري محمد بن راشد بن مبارك الهاجري يصل الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. تهانينا والف مبروك لمالك الباز على هذا الانجاز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من سيد لحمد بن سيب بن عبد الهادي بن حفار المري. المركز الثاني جاء فيه مشاهدينا الكرام الشقب لغانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني. المركز الرابع وصل فيه المحيط لجابر بن محمد بن راشد الجربوع المري. المركز الخامس وصل فيه مشاهدينا الكرام مزاح لسالم بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال بن محمد. اذا متابعينا الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى، تهانينا والناموس.
مالك الباز محمد بن راشد بن مبارك الهاجري على هذا الفوز المميز وانتزاع ناموس هذا الشوط. نتابع مشاهدينا الكرام لحظات وصول الباز إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. هذه إعادة متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان لشوطنا الماضي، وكان مع الباز تهانينا والف مبروك لمالك الباز محمد بن راشد بن مبارك الهاجري والتوقيت الزمني. متابعينا الكرام نتابعها في قناة الريان. 9:33:05 من الثاني تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل فيه سيد لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري والتوقيت الزمن 9:37 وجزء واحد من الثاني تهانينا والناموس بن حفار على احتلال سيد بالمركز الثاني. المركز الثالث وصل في مشاهدينا الكرام الشقب لغانم بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني والتوقيت الزمن 9:00. تسعة وثلاثين ثانية وثمان أجزاء من الثاني تهانينا والناموس لجميع الفائزين.